وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا حجي، تفضل تفضل. سيد سيد شلونك حجي؟ الله بخير حجي. الحمد لله، الله بخير. شلون صحتك؟ خير حجي، تفضل تفضل. حبوبك اكيد. يلمن حجي يلمن خير. ايش عندك عمو؟ قبل شوي نسله وبلونزا وقحه عندي على نسله هيك يعني خشبك يخور وتعطش وهذا هيك شيء زين. سخونه قويه عندك حجي؟ لا والله يعني شوي بس مو قوي. لا سخونه سخونه عظم ولا هيك ما عندك زين. راسك يوجعك صداع هيك شيء؟ يعني عندي قوي 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 بس زين زين. من الدنك هيك شيء من هذا يزيد؟ لا لا عادي عادي زين حجي. بس سؤال ولو شوي تعبناك بالحكي شوي زين. اذاناتك بها وجع هيك شيء؟ لا لا ما عندك هذا هيك شيء زين. انت هاي بتصير عندك ايش تاخذيها يعني؟ خذيتها دواء عالجتها؟ اني اي قبل يعني صار تصير عندي هذا الاكتيفيتي حبوبك تصير زين عليها زين. هسه عوفك من النت لحد عندك ادويه ما غير امراض غير شيء تاخذها هيك شيء يعني؟ لا ما عندي شيء مزمن ما عندك يعني؟ عندي امراض. اي 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 عندي بروستات والضغط عندي. بروستات وضغط؟ اي والله. مستمر عليها الان؟ اي مستمر. والله شو اقول لك حجي، انت صحيح هسه هذا الاكتفيد يعني هو يفيد النشله ويفيد الرشح والهذي، بس هو اصلا في مواد يعني ممنوعه له الضغط ومواد ممنوعه على له البروستات. يعني اصلا هذا النبات يسوي لك احتباس في الادرار ويصعد الضغط مالته. والله زين كان صار عندي حالات بس ما حمل. مو احنا شويه حجي شويه نشيك يعني الدواء قبل ما نعطيك اياه؟ لا والله هاي نصيحه من عندي حجي. هو يسوي لك احتباس بالادرار ويساعد الضغط مالك. هاي نصيحه من عندي يعني بعد لا تستخدمها اي شيء هذا. اي والله زين. عاد انا نسوي لا نشتغل بس نشتغل عندك. لا شغله بسيطه ان شاء الله راح اعطيك هذا حبوب. حبوب يعني مال حساسيه وهم شويه يعني متنع اسفل يعني مو مثل اللي هاي تاخذ من عندي حبايه وحده باليوم. حبايه وحده باليوم الصبح بالليل ما يخالف، بس شنو يعني استمر عليها نفس الوقت. لا تاخذها الصبح استمر الصبح، استمر عليها بالليل استمر عليها ما عندها. وبالنسبه لخشمك يعني هذا المسدود ومحتقن كذا، هي طبعا اكو قطره بس البخاخ احنا هيك عمر احسن، البخاخ شويه اسرع ومفعوله احسن. بس انت شويه تعرف تستخدم البخاخ؟ لا والله لا لا ما نستخدمه. احسن من علم استخدامه بسيط كلش. اول مره تنظف خشمك زين، تنظف خشمك زين، هاي شويه هيك ترجع لورا وهيك هذا هيك يشتغل زين. تاخذ نفس شويه تبدي تشحن نفس والهواء طلع من هذا زين. هذا شنو شو وقت تستخدم الصبح؟ اثنين هنا واثنين هنا، بختين هنا وبختين هنا، وبالليل هم نفس الشيء بختين هنا وبختين هنا. يعني بين بخه وبخه فدقيقه دقيقتين يعني لا وحده فوق وحده. بس اكو شغله مهمه عندي اريدك شويه تنتبه عليها. هذا البخاخ من تستخدمه يعني في خمس ايام اسبوع وتعوفه، يعني لا تظل تستمر عليه اسبوعين ثلاثه وثلاثه. يعني والله شو اقول لك حجي يعني يعني شلون هذا من تستخدمه ازيد من اسبوع وعشر ايام اسبوعين يعني مثل اللي تتعود عليه، وبعد من تقطع عنه ويرجع خشمك يحتقن بالزايد وسوينا به مشاكل. خمس ايام كلش كلش بالزايد. لا لا هاي حبوب ما لها علاقه، هاي حبوب كمل شريط مالتها وان شاء الله ما لها شيء. بس دكتور بعد الولاد فوار فيتامين سي. فيتامين سي؟ اي والله. فوار لمن هذا؟ بالحج يعني. بالحج يا اخي ايش عندها؟ هم انا نسلوا هم خشمها مفتوح. هم منشوله وهيك هذه زين سخونه قويه عندها؟ لا لا. وراسها يوجعها؟ اي شوي يعني. هم من الدلج كذا؟ لا 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 تقريبا نفس. زين اذاناته؟ لا 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 ما عندها وجع؟ زين هم ايش عجب يعني فيتامين سي فوار يعني ايش معنى ليه فيه؟ والله هي تستخدم الفيتامين سي تقول قوي مناعتي زين، والا فوار يجي تريد اشوفه يفور يجي قدام الفوار. والله يعني بعد تعرفها زين، وبعد تاخذ يجي من الصيع عنده هيك شيء بس فيتامين سي؟ لا وتساوي وياه هذا عرق السود. عرق السود شنو هذا جابر؟ عرق السود؟ اي تقول اعشاب طبيعيه ما في مواد كيميائيه ودائما تاخذ تقول يعني زين زين عادي. زين هي عندها غير امراض غير شيء؟ عندها الضغط. ضغط؟ تاخذ عرق السود فيتامين سي فوار. والله حد يشبه لك، والله شوف حد يشبه لك، يعني هذا مال من الاعشاب وما ياثر وطبيعي، ترى هذا مو صحيح. الاعشاب حاله حال الادويه، اكو اعشاب تصعد السكر، واكو اعشاب تصعد الضغط، وهذا الحرق سوس اصلا يصعد الضغط عليه. والله ممنوع عليه بعد تستخدمه، يعني ممنوع لا تستخدمه يصعد الضغط، هذا حاله حال اي ادويه. وحتى فيتامين سي فوار، ماكو فيتامين سي فوار على اساس يقوي مناعته وما ادري شنو، هذا ترى يعني مشكوك به. والله يعني اكو بي يقول يفيد اكو بي ما يفيد، وحتى اللي يقول يفيد اصلا فائده بس كلش قليله. بس اكو شغله مهمه بي، شنو؟
الحجيه ما طول عندها ضرر. اي شيء فوار لا تستخدم في تاليزين مقويات غير شيء ممنوع عليه. والله عارف شو هذا الفوار. الفوار هذا حتى يفور يحطون فيه املاح. هاي الاملاح ترى بده يعلى ضغط وحده كذا فيصعد ضغطه كذا هذا يجي معه. زين؟ هذا عشان تشطي هسه الحجيه. قطع له ضغط هذا نفس الحبوب ما تقيه ما فيها شيء يعني. ما تقبل تاخذ حبايب. يقول تدوي انواع. ابد يعني ما تقدر تقنعها ولا هاي تقبل. هاي حبوب شو؟ والله تعوف هذا الشيء هسه هي ايش تقابل تروح اسبوع 10 ايام وتطيب من واحد وانت همين ان شاء الله اسبوع 10 ايام بتروح بس اذا ابوك بعد زياد لا هاي خليني اشوفك طبيب بس هسه بس شغله واحده حجي بس شوفني الادويه شلون راح تستخدمي بس خليني اشوفك جهه الحجي مالتي لو لا يعني هذا شلون راح تستخدمي هذا شلون راح تستخدمي حبايه باليوم الصبح او الظهر وحده باليوم كمل هذا كله ان شاء الله يعني والبخاخ شلون تستخدمي هذا ليس لزمه اي هذا او مثلا هاي عدل قطعتين باليوم بختين هنا وبختين هنا الصبح وبالليل هم نفس الشيء كم يوم قلنا تبقى عليه مدة اسبوع بكثير عافية ما في مطول